كينيا روعة الأماكن ومكمن العجائب الطبيعية في القارة السمراء، أكثر وجهات السياحة جذباً في العالم، متنوعة بمعالمها الطبيعية الساحرة التي تقدم لزوارها فرصة الاستمتاع بجمال الغابات والبحيرات والتجارب الغنية للباحثين عن المغامرات أو الاستجمام، فضلاً عن الكثير من الفعاليات السياحية والرياضية المختلفة. تشرف حدودها الشرقية على المحيط الهندي، وتجاورها أوغندا من الغرب وتنزانيا من الجنوب، بينما تحدها إثيوبيا وجنوب السودان من الشمال والصومال من الشمال الشرقي. بمدنها وقراها ومحمياتها الهامة والحيوية، حيث تتصدر عاصمتها نيروبي التي تتوسط المرتفعات الداخلية أهم مناطق الجذب السياحي، إضافة لمدينة مومباسا الواقعة على الساحل، ثم مدينة ناغورو وكيسومو، وصولاً إلى بحيرة ناكورو الواقعة ضمن منتزه قومي يقع وسط كينيا. هي واحدة من ثلاث بحيرات متصلة في مقاطعة الوادي المتصدع في كينيا، وهذه البحيرات تعد موطناً لأكثر من 13 نوعاً من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض عالمياً، كما تضم أعلى نسبة لأعداد الطيور في العالم. تتميز بحيرة ناغورو بانفرادها بتجمع هائل من طيور الفلامينغو والبجع التي تستوطنها بسبب وفرة الغذاء من الطحالب أو الأسماك التي تتغذى عليها، فتسطر هذه الطيور صوراً رائعة من الجمال تخطف أنفاس زوار المنطقة الغارقين في روعة المكان. ومحمية ليوا للحياة البرية في كينيا واحدة من أهم المحميات بمساحاتها الخضراء الشاسعة التي تحتضن قطعان الحمار الوحشي والفيلة والزرافات التي تستمتع بوجبتها المفضلة من قمم الأشجار، بالإضافة إلى العديد من الحيوانات البرية الأخرى. وتعمل المحمية على دعم برامج حفظ وإكثار الأسود من خلال برنامج مراقبة بالأقمار الصناعية، وتعد هذه المحمية أحد أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو بامتداد يصل إلى 250 كيلومترا مربعاً. وإذا اتجهنا نحو منطقة ماونت، فتعد سفاري كلاب الشاهقة التي تعلو عن سطح البحر بأكثر من 2130 مترا من أجمل الأماكن التي تضم بقمتها منتجعا يعتبر من أفخم المنتجعات في العالم، لما يتمتع به من مساحات شاسعة ضمن منظومة الحياة البرية في كينيا، إضافة لتوفر وسائل الترفيه والرياضات المختلفة. بينما تتمتع منطقة دياني التي تبعد عن جنوب مومباسا ما يقارب الساعة بالرمال البيضاء المتلألئة والمساحات الخضراء الغنية الخصبة التي يحلو فيها الاسترخاء، إضافة إلى توفر العديد من الرياضات البحرية والشاطئية والأسواق الشعبية والمطاعم المتنوعة التي توفر خيارات عديدة للسائح. وتزحف المستوطنات البشرية على العديد من المتنزهات والمحميات الأخرى، مثل متنزه أمبوسيل الوطني الذي تبلغ مساحته نحو 39 ألف هكتار، والذي يمتلك عدداً كبيراً من أهم الأنواع البرية مثل الفيلة والفهود والجاموس البري والزرافات، برفقة الأسود القوية والتي قتل الكثير منها على يد سكان المنطقة، وأشهرها الأسد الأسطوري لونكيتو صاحب 19 عاماً. إضافة لأمبوسيلي، يتصدر منتزه نيروبي الوطني الواجهة الأخير الذي تأسس في عام 1946، متيحا للزوار رؤية الأسود والزرافات والحمير الوحشية وغيرها من حيوانات الحياة البرية، وخلفها المباني شاهقة الارتفاع بالمدينة. وقال جهاز حماية الحياة البرية في كينيا إن ستة من أسود المنتزه البالغ عددها 36 أسداً أصبحت مزودة بأطواق خاصة تحتوي على أجهزة تتبع متصلة بالأقمار الصناعية في إطار مشروع بدأ منذ عام 2014. وكونها من البلاد الغنية بمحمياتها الطبيعية وتنوعها البيئي المثير، باعتبارها الموطن الرئيسي وأكبر مجمع للحيوانات في العالم، تتواجد في محميتها في منطقة ماساي مارا مختلف أنواع المفترسات تتصدرها الأسود والفهود والشيتا والنمور، إضافة للطرائد المتنوعة الرائعة كالظباء
والجاموس والفيلة والزراف والكركدن والحمار الوحشي التي تجوب السهول المفتوحة، بينما تتوسط التماسيح وأفراس النهر الأنهار وتتربع مكانتها الهائلة في المكان. توجد أيضا أعداد هائلة من الطيور الكبيرة كالنعام والعقبان واللقالق وعشرات الأنواع من الطيور الصغيرة ذات الألوان الزاهية. يصادف في ماساي مارا حدث سنوي يعد محط أنظار الكثير من الزوار، وهو الهجرة العظيمة لما تتمتع به من تنوع كبير، خاصة في الطرائد مثل حيوانات النو والحمير الوحشية والغزلان وغيرها الباحثة عن مراعي أكثر خصوبة وخضرة. ويكثر في ذلك التوقيت الحيوانات المفترسة التي تتأهب في انتظار فرائسها المهاجرة، بداية بالتماسيح الضارية المرعبة في نهر سيرنجيتي إلى الخطر الأكبر المحدق بها بمجرد نجاحها في العبور، إذ تكون الأسود والفهود بانتظارها على الناحية المقبلة للنهر التي عندما ينتهي دورها تأتي بقية الحيوانات لالتقاط نصيبها من الجثث المتروكة مثل الضباع ثم الثعالب وبنات آوى والنسور والغربان الجائعة. ويموت الكثير من تلك الحيوانات أحيانا فقط من خلال التدافع، حيث تتولى الحوافر الحادة إنهاء حياة من سقط منهم وصعب عليه الهروب والنجاة. وفي هذه المحمية تأخذ العلاقة بين سكانها من شعب الماساي والأسود أبعاداً متعددة، فهم يقطنون البيئة ذاتها كما أنها ثروة شعب الماساي، وأهم ما يملكونه قطعان الماشية والأبقار، وهي من الطرائد الجاهزة التي تبحث عنها الأسود. لذا ورغم التشديد الكبير من الحكومة على تجنب صيد الأسود، إلا أن صيده يمثل ركناً أساسياً من الهوية والقيمة الاعتبارية للرجل في القبيلة، فليس أهلاً للانتماء ونيل ثقة عضوية الماساي ولا حتى الوصول إلى درجة البلوغ من لم يضرج أسداً برماحه. وهكذا فإن المراهقين يتنافسون في اصطياد الأسود الشرسة في البراري الوعرة لينضموا إلى رجال الماساي. وتتخذ المواجهة والقتال مع الأسود أشكالاً متباينة، فقد تكون فردية تظهر فيها شجاعة وقوة الفرد واستحقاقه لمكانة أكبر بين أقرانه، وأحياناً تكون جماعية حين ترد معلومات عن وجود خطر من أحد الأسود فيقوم عدد من الأفراد بمطاردته فيندفعون لمواجهته بكل قوة وشجاعة ودون خوف أو تردد، وحين ينشبون رماحهم وسهامهم في أطراف جسد ملك الغابة ويسقط مدرجا بنزيفه وممتلئا بجراحه، يتجمعون بطريقة دائرية ويرقصون حول جثته احتفاء بالنصر على الملك الصريع. ورغم أن الأسود لم تتوقف من حين لآخر عن الانقضاض على قراهم ومساكنهم وتقتنص أحد مواشيهم أو حتى أبنائهم، ورغم أن صيدها يمثل خدمة إجبارية على السائرين في طريق البلوغ، فإن شعب الماساي لم يحاول إبادة الأسود لأنها حيوانات مقدسة بالنسبة لهم، فالأسد هو رمز خصوبة الأرض ونماؤها وبقاء ماشيتها. إذن فقد غدت الأسود الآن محمية بقرارات رسمية، ولم تبقى لدى الماساي وغيرهم من القبائل الأخرى في كينيا الرائعة غير قصص الأسلاف عن جوقات الانتصار والمعارك حين كانوا يكسرون شوكة تلك الأسود ويهزمونها كتقليد دائم للقوة والسطوة بين أفرادهم الشجعان كباراً وصغاراً.